قالوا الجبال في الروح، مايك مايك. والروح كانت هي. سألوني على الجنة، قلت لهم اسكندرية. بنغيب كتير عنك ونحنلك على طول، هوصف جمالها ازاي؟ ده الشرح فيها يطول. في الدنيا ياما هشوف وتدور سنين بيا، هحب كل الكون وهعشق اسكندرية. زد جمال بيكي والشعر زاد له بيتين، عمري لا يكفي لوصفك، هحتاج اكيد عمرين. ده هواكي ليا دوا وسايب اثر فيا، اجمل بلاد الله والله اسكندريه. البحر، البحر زين ارضنا، وارضنا اتزينت بيها. البحر سحره ما يتوصفش، زاد الجمال جمالين لما توجد فيها. لما نغيب عنك بنحنلك على طول، لما نغيب عنك بنحس بالغربة، ويوم الرجوع ليكي بالصبر نستنى. اسما اسكندرية لكن حتة من الجنة. أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الكلمات. حلقتنا النهاردة مختلفة عشان معانا مش موهبة ولا اتنين، لا احنا معانا موجة باند. موجة باند أصلهم اسكندراني. موجة باند أنا أول مشاهدة ليا اتفرجت عليهم أو شفتهم كان في اسكندرية، كنت مدعو من برضو شاعرة معاهم في الموجة اسمها حنين مصطفى، أكيد لو تعرفوها كانت ظهر معايا قبل كده في برنامجي القديم. حنين مصطفى كانت قالت لي في حفلة وفي فريق اسمه موجة باند عايزك تيجي تتفرج عليهم، فأنا قلت لها تمام مفيش مشكلة. فأنا حضرت الحفلة فانبهرت، يعني أنا كنت جاي الحفلة يعني شباب عادي بيعمل مواهب عادية أو شعر عادي إلقاء عادي، لا أنا انبهرت بتنظيم الحفلة، بالمواهب اللي كانت متواجدة، محمد علي، محمد سامح، الأسماء اللي هيظهروا معانا النهاردة إن شاء الله. انبهرت بجمالهم بالاداء الكبير والجمهور اللي كان حي معاهم بشكل وتفاعل كبير جدا بسبب ادائهم. برحب بيهم وبرحب باهل اسكندريه اللي بيتفرجوا علينا. اهلا وسهلا بيك، اهلا بيكم، منورني، سعيد بوجودكم معايا النهارده. نبتدي عن محمد. بما انك انت ومحمد سامح مؤسسين الموجه باند، تمام، حابب تكلموني ازاي جات لكم فكره الموجه او ازاي اسستوها؟ مبدئيا انا ومحمد سامح اصدقاء من زمان، يعني بنحب الشعر، بنسمع، كنا بنكتب من زمان يعني. جه في يوم من الايام كده يعني بعد فتره امتحانات كانت جميله، بعد ما شفنا نظام الحفلات والناس مثلا انت عارف في الوسط الشعري، يعني مش عايزين نتكلم بس في استغلال كبير جدا، جت في دماغنا فكره ان احنا نعمل بند يبقى قائم على كل المجهودات الذاتيه مش اكتر ولا اقل، بحيث ان احنا بنعرف تكاليف الحفله اللي عايزين نعملها قد ايه، الحاجات اللي هنحتاجها ايه، ونساعد الناس ان هي تطلع تقدم موهبه او تقدم الحاجه الحلوه اللي عندها، غير وقفه المسرح بقى خيال، وده اللي مساعدنا ومساعد الناس اللي معانا استاذ عبد الرحمن الجن. عبد الرحمن، عبد الرحمن كان، لا انا كنت شفته، عبد الرحمن يا جماعه زي ما انتم شايفين كان هو الصراحه عامل احياء كبير واداء كبير، التفاعل مع الجمهور بسبب الاداء اللي هو عامله، حتى التقديم بتاعه للفنانين ما شاء الله عليك. محمد بكمل كلمنا معاك، كلمنا انت ومحمد سامح او محمد سامح، كلمنا محمد سامح ازاي التقيت بمحمد علي وازاي جات لكم فكره اول حفله؟ هو من ناحيه التقائي بمحمد علي كان يعني دراسه في الاصل، بس لما اتصاحبنا على بعض وقربنا من بعض اكتر لقينا ان احنا فينا موهبه مشتركه او بنحب حاجه لانها مشتركه ما بيننا، فطبيعي جدا ان احنا كنا بنقعد مع بعض كتير، لان انا برتاح له وهو بيرتاح لي، عشان الموهبه لما تبقى موجوده عند اتنين اكيد بيحبوا يقعدوا مع بعض ينموها. تقريبا كنت بروح له كل يوم اقول له انا كتبت قصيده جديده اسمعها، فتسمعوا لبعض فنسمعه، طب وانا كمان كتبت قصيده جديده، طب سمعهاني، دي فيها حته حلوه فيها حته وحشه. فكان ساعتها دراسه وكنا لسه في ثانوي، فما كانش في فرصه خالص ان احنا نعمله بند، ولا كان في فكره اصلا ان احنا نعمله بند، ما كانش دماغنا لسه، ما فيش لسه هنشوف هنعمل ايه. فلما طلعنا بقى الكليه طبعا بيبقى في راحه شويه، فابتدينا نفكر بقى نعمله بند. في يوم كده بعد امتحانات زي ما قال لك كده اتصل بيا قال لي محمد مش هنعمله بقى الفرقه،
قلت له تمام ماشي نعمل له فرقه. ابتدينا من ساعتها ننظم كل حاجه في مكالمه التليفون، لان هو كان تقريبا في اسكندريه وانا كنت في القاهره عشان عندي امتحانات. تمام، هو الصراحه ظبط الدنيا هناك وابتدى ان هو يحط عواميد اللي انا هاجي برضو هننفذ خلاص. حتى هو العواميد والحمد لله رجعت الاسكندريه. كان لكم حفله قبل اللي انا حضرتها، الحفله الاخيره لكم في اسكندريه على تياترو النيل؟ كان لينا حفله، كان لينا حفله في مدرسه كده خاصه في العجمي اسمها النموذجيه. كانت النموذجيه اخترناها لان احنا لينا يعني ذكريات كتير بالذات الجن. مدرستك ولا ايه؟ لا مش مدرستي، ولكن دي اكتر يعني هو يعتبر مسرح. مش المسرح اللي هو المجهز بالكامل، ولكن المسرح الاول حاجه المتاحه في اللي انت بدات عليها. فقعدت عليها مده كبيره ويعني حصلت عليها مساوئ كتيره يعني. طب لو الاعداد يعرض لنا صور الحفله الاخيره. الحفله الاخيره زي ما انتم هتشوفوها دلوقتي، دي كانت حفله موجه بند على مسرح تياترو النيل في محطه الرمل. الصراحه الحفله ابهرتني، والصور هتتعرض لكم حالا دلوقتي، هتشوفوا مدى الثقه ومدى الاداء اللي كانوا معمول في الحفله. دي صور، وده مينا تقريبا، محمود عباسي. محمود عباسي، سهيله اللي هتكون معانا برده، كل دول هيكونوا معانا النهارده في الحلقه. كلمنا محمد واحنا بنشوف الصور كده، مينا ازاي الحفله دي عملتوها، او ازاي بدات الفكره بتاعتها، جهزتوا لها ازاي؟ لا التجهيز ده حقيقي كان حاجه متعبه جدا يعني. انا ما عملتش اي حاجه الحفله دي صراحه. يعني انا كنت بشارك كده من بعيد. اللي يعني بامانه اتمرمط محمد الله يكون في عونه يعني. طب كلمنا محمد ازاي تجهيزاتك للحفله. هي تجهيزاتي كانت كلها الحفلة عبارة عن علاقات، تليفون من هنا وتليفون من هنا، أنا عايز أعمل حفلة، عايز المسرح ده، عايز أحجز، عايز فرقة، عايز مصورين. بس الحمد لله يعني إحنا معانا العبقري أستاذ مشهور. تمام، هو صاحب الصور الجميلة دي اللي بتتعرض دلوقتي. تمام، يعني هي كل اللي بيواجهنا مشكلة في الحفلة، أو مثلا عايز أعمل حفلة، الماديات، لأن إحنا كلنا في المرحلة طلاب لسه. فاهم، اللي هو لسه بيدرس لسه. شغل يوم ويوم، فاهم. فهي التجميعة دي هي بس اللي بتأزم الدنيا مش أكتر. إنما بقى ترتيب كل حاجة بقى، إذا كان مسرح أو فرقة أو بروفات أو الكلام ده كله، إحنا مع بعضنا بنحاول نسند بعضنا في الكلام ده كله. ننقل بقى لمحمد عبد الرحمن الجن ومحمود مشهور. عبد الرحمن، انت في الاصل ممثل، ازاي بقى بدات اللي هي فكره انك تطلع وتقدم الناس بالطريقه دي؟ حتى الدخله بتاعتك في الحفله، لو الناس ان شاء الله هنعرضهم فيديو على البيج البرنامج، دخلت دخله ترقص ويعني عملت اداء كده عالي. هي كفكره ان انا بدات مع اخويا طبعا محمد سامح ومحمد علي، انا كنت يعني اسبقهم شويه في المجال، ولكن مجالي مختلف شويه. انا ممثل، هم شعراء، ولكن حصلت لي بعض الظروف فخلتني ابطل فتره، لحد ما فتره من الفترات محمد سامح دخل كلمني، لو سمحت جنة كنت عايزك في حاجه مهمه جدا. طب خير يا حبي، في والله انا في واحد عندي واحد اتنين تلاته، احنا عايزين نعمل بند، محتاجين ان احنا محتاجين معانا شخص يكون مسؤول وفي نفس الوقت يكون واحد بيقدمنا. قلت له تمام مفيش مشكله، انت عارف ان انا عناية الاثنين ليكم طبعا. من وقتها بدات معاهم وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. بدانا الموجه الاولى كانت في المسرح النموذجيه في العجمي. الموجه الثانيه زي ما في تياترو النيل. في تياترو النيل، فكره ان الدخله بتاعتي الدانس والكلام دوت، انا عاشق لمايكل جاكسون. بس طبعا بغض النظر عن الجسم يعني الحاجات دي، فورمه الساحر. فاهم قصدي حضرتك. فحبيت ان انا ادي اللون اللي انا بحبه والحاجه اللي انا الى حد ما بعرف اتقنها، فدي كانت الدخله بتاعتي. كان اداء جميل وتقديم صراحه يعني احييك عليه. محمود مشهور، محمود الصور اللي اتعرض كلها واحنا شفناها دي كان تصويرك انت، وغير صور ثانيه انا عارف ان انت يعني مؤسس تقريبا. احنا فريق اسمه سونيك ميديا برودكشن. تمام، اعضاء الفريق انا محمود مشهور ومحمد سعيد شارب تيتو وعمر عاصم. في الاصل كلنا مصورين، وتيتو المونتاج وشغل الفوتوشوب اللي في الفريق. ازاي قابلت محمد؟ جالك قال لك ايه؟ انت وقفت ازاي على الحفله؟ في الاصل اللي عرفني بيهم بالموجة عموما محمد سعيد تيتو هو اللي عرفني بيهم. وبصراحه من اول ما قعدت معاهم كان عبد الرحمن الجن ومحمد علي،
وقعدت معاهم وبصراحه ارتحت لهم جدا وحبيتهم جدا واعتبرتهم اخواتي من اول يوم قعدت فيه معاهم. وحبيت ان انا احضر معاهم بروفات بسبب ان انا بحب الشعر اصلا من زمان، فحضرت معاهم كذا بروفه وحضرت معاهم حاجات ياما. وبعد كده قالوا لي يعني عايزين تصوير في الحفله وكده، قلت لهم ما فيش مشكله ورحت وصورت وزي ما شفت الصور. طب لو الاعداد برضو يعد لنا الصور اللي صورها تصوير محمد محمود. عجبتني جدا، تصوير جميل جدا لمكتبه الاسكندريه، هيعرض صور وكلمني على كل صوره باختصار. بالنسبه الصورة دي؟ للصوره دي ده صاحبه وحبيبي واخويا، كان طالبني في سيشن ونزلت وصورته وبس. الصوره دي كانت ايه في لحظه رومانسيه كده مش واخدين بالهم خالص ولقطتهم في الصوره دي. زوجته يعني مراته ولا هي خطيبته؟ وبالنسبه للصوره دي؟ بالنسبه للصوره دي بتوصف اسكندريه في الغروب، بتوصف اسكندريه في الغروب، يعني يمكن من احسن الصور اللي صورتها. بالنسبه للصوره ديت صوره مكتبه اسكندريه، انا حبيت مكتبه اسكندريه او دخلتها كذا مره. مكتبه اسكندريه لا طبعا، مكتبه اسكندريه معروفه. حبيت ان انا احاول ابين وجهه نظري او ابين رؤيتي للمكتبه من طريقه ثانيه. بالنسبه برضو دي المكتبه، الهواء مع النخل، انا حسيت المنظر خرافه ما ينفعش يتفوت. لا لا ما تفوتش طبعا، اي لحظه فيها ما تفوتش بصراحه. خلاص هي محمد انت كنت قال المفاجاه، بس اوعى المفاجاه اللي انت قلتها على الصبح. لا مش كان عادي، مفاجاتك بقى الثانيه. طيب مفاجاه دي البرنامج لسه قصيده اول مره هتطلع معاكم. اتفضل. مين اللي قال الشعرة دول مش مفهومين؟ أو ناس عادية بس نظموا حبهم بالألام؟ مين اللي قال الشعرة دول بيألفوا وتجار كلام؟ لو كنت شاعر كنت تفهم إننا بنخاف يخوننا في يوم ألم، ونبات نألف 100 قصيدة من الألم، وإزاي بنكتب في الظلام ديوان لنهجو من ظلم. لو كنت شاعر كنت تفهم إن الكلام مش سهل أبدا يتحكي بحبر منقوش على الورق، والضلمة أجمل من النهار وهي البشر فبتحمي روحنا من الغرق، والليل منبه يمنع قلوبنا من الأسى، والسيمة جزء من التاريخ، والغوامق لينا حاجة شبه مقدسة، والقهوة شيء من عشقنا، والست أجدع مدرسة. لو كنت شاعر كنت تفهم إننا بنميل لحب الإنعزال، بنميل لحب الإنعزال، ونشكي وجعنا بالسكات، ونبات نرتب في الحاجات، ونصيغ كلامنا بالخيال، وقلوبنا دي تشبه عيال. لو كنت شاعر لازم هتصبح منطوي، نمل جدا من الزحام، ونحب مشي الليل قوي، او عتمته في عز النهار، اوقات كتيره بننهزم غصبا، ونداري ده في هيئه هزار، بنحب جدا الاهتمام ونمل جدا الانتظار. التكمله بقى انزلها بس عشان وقت من كل حاجه هتبقى على البيج من باذن الله. دي كانت هي فقرتنا الاولى، انا بشكركم جدا، دول كانوا يعني اول اعضاء الموجه. ان شاء الله هنكمل فقرتنا الثانيه ومع باقي اعضاء الموجه. نورتوني. ناخد فاصل ونرجع. ورجعنا لكم بعد الفاصل وباقي فريق الموجة. طبعا قبل ما نتكلم ونبدأ الحلقة، أحب هني حنين بعيد ميلاد النهاردة، كنت سنة طيبة حنين. حنين مصطفى زي ما كلمتكم في أول الحلقة هي اللي كانت معرفنا على الموجة، هي اللي عرفتنا على أدائهم وخلتنا أحضر الحفلة، وإن شاء الله يكون ليها حفلة تانية هنتكلم عنها دلوقتي. أرحب برضو بيوسف سعيد المغني الجميل والصوت الجميل جدا، ومينا نادر الشعر الجميل. في البداية كلموني أنتوا إزاي انضميتوا للبند؟ نبدا بيوسف. انا صاحب الجن يعني عبد الرحمن الجن من زمان يعني وكده، وهو جه وفهمني يعني حكيت ان المفروض يبقى في بند وكده واحنا عايزينك معانا. بس وبدات معاهم واشتغلنا مع بعض. مينا ازاي انضميت للبند؟ انا عندي واحده صاحبه اختي، يعتبر اختي الصغيره بالظبط، هي اللي عرفتني عليهم. ما اعرفش اتعرفت عليهم ازاي بصراحه يعني، بس تقريبا هم اصحاب برضو. تمام. فبس هي عرفتني وقالت لي في فرقه لسه بتبدا وبتاع محتاجين شعراء، ف
فانا سالت على نظام الفرقه دي، فنظامهم عجبني بس، ورحت قابلت محمد سامح ومحمد علي، قعدت معاهم فاول مره كده وتعرفت عليهم، بدانا يعني معاهم من اول حفله اصلا. جميل. حنين، كان ايه طريقه انضمامك للبند؟ كان في حفله للشاعر محمد علي في الساقيه، فكنت عاوزه هو كان يعني موجود معانا من شويه. فانا كنت عاوز اشوف مثلا في ضيوف شرف او كده، فتكلمت معاه قال لي ان الحفله دي خلاص يعني مش هيطلع في حد تاني معاه، فقال لي انا في التيم بتاعي وكده، لو كده لو حابه تنضمي تعالي وانضمي معانا، وسمعني ووقتها انضميت للتيم. جميل. يوسف، انت كنت قايل كده اغنيه جميله جدا في الحفله سمعها لنا الحفله اللي فاتت. مايك معاك اهو، اتفضل. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلعيني، بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت، بعيله الصوت، وكأن الوقت في بعضك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدتي وما بعدتيش، في دم حبيبتي وامي وزي ما اكون ابتديت اعيش. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلعيني، بحبك موت. مش لاقي كلام اقوله. انا انبهرت لما سمعت يوسف سعيد في الحفله، انبهرت بصوته بالاداء، كان في ميوزك كمان وكان في اداء عالي جدا، ما شاء الله عليك يا يوسف، يعني الله اكبر عليك. مينا برضو كنت سامع قصيده، يعني انتوا بسم الله ما شاء الله، انتوا كنتوا يعني انا اعجبت وانبهرت بيكم في الحفله، انتوا كنتوا قايلين كميه قصايد على كميه اغاني باصواتكم وبطريقتكم ما شاء الله عليكم، فهتسمعنا يا يوسف قصيده جديده برضو، يعني لسه بتجهز برضو، يعني ما طلعتش قبل كده، فمنتج النهارده الحلقه حصري، كل القصايد حصري النهارده. اتفضل معاك المايك اهو. ربك اكيد دايما منصف، ربك أكيد دايما منصف، بيعوض مظاليم الدنيا بخير، بيني وبينك أيام وسنين ونشوف مين اللي هيفضل في مكانه ومين فينا هيرجع غير، مين اللي تقدم في حياته ومين تعبه طلع في مفيش، وحياة النغزة اللي في قلبي والوحدة اللي تنيم ليلي وما تنيمنيش، هرجع أحط عناية في عينك وساعتها وبس، وساعتها وبس هتكتشفي من بعدك والله بدأت أعيش. وإن كان على الحب يا حلوة، وإن كان على الحب يا حلوة، والقلب اللي كسرتيه عمدا هتيجي واحدة تصونه وتشفيه، وقلبك قلبك طوب الأرض ما يقبل بيه، ما أنا قلب الألماز إزاي يقبل، قلب الألماز إزاي يقبل، تملكه واحدة في جوفها حديد، وإن كان على الذكرى هنلغي الفايت أبديت وهنبدأ عمر جديد، وإن كان على العمر الضايع، وإن كان على العمر الضايع كام سنة خدتيهم من قلبي، فأنا خدت قصادهم أحضان بعلنها ومش مكسوف وبخبي، لكن حاسبي، لكن حاسبي فراقي ده جبروت منك، هاخد أشيائي اللي ورثتيها، هاخد أشيائي اللي ورثتيها، هاخد مسكة إيدك ليا في طريق على البحر وكلية، هاخد بوسة اتسرقت مني لخدك جوه العربية، هاخد كل أمان سبته، هاخد وعدي اللي وعدته، هاخد آسف كانت اتقالت على غلطة ما عدتهاش ليا، وهسيبلك كام حاجة كئيبة جوه في قلبك مرمية، سلسلة فضة تحبيها
سلسلة فضة تحبيها لكن دايما بتفوح برفاني، ضفيرة في شعرك بإيديا ومحايلة أضفر لك تاني. هاخد الضحكة اللي في عينك لما يكون في عينيكي سرحاني، ولما اخد كل الأشياء هاخد كل الأشياء وهعيد واجرد من تاني. ممكن أكون سهوا ناسي، ممكن أكون سهوا ناسي نقطة دم في عرقك ماشية ووطنها الأصلي ده شرياني. ولما اخد كل الأشياء وتشوفي مني فاضلك ايه؟ تلاقيك عايشة بقلب ميت، كان حي بس، كان حي بس لما أنا كنت فيه. لا والله جميلة جدا. بس بعد كده ولا حاجة، بس رسالة، بس القصيدة دي مش موجهة لأي حد، ده لا 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 قصيدة. لا مش موجهة، انت تروح على طول تبوش مع طول. والله جميلة منا. نرجع بقى لحنين نجمة اليوم النهاردة عشان عيد ميلادها، بقى مش هنتكلم كتير. حنين كلمينا على القصيدة اللي هتقوليها دلوقتي. بص انا والله قلت مش هنكد عليكم النهاردة، الحمد لله وعملت مفاجأة والله ربنا. ده هي الوحيدة يعني لما بسمع لها حاجة او في الموجة يعني نكد عليهم. انت نكد عليهم؟ لو عاوزني انكد عليكم دلوقتي؟ لا على ايه؟ على ايه؟ لا لا اتفضلي اتفضلي. على ايه احنا؟ ممكن المايك؟ اه المايك. عايزة المايك؟ اتفضلي يا فندم. ولا انتوا مش عاوزين تديوا؟ لا اتفضلي اتفضلي. ولا اي حاجة. عن تفاصيل العشق في حكايتي، ما كانتش في كلمة معدنها أربع حروف، ملخص الحكاية كان كل خوف، فخاف من الحب والتعبير وانعشقت عشق بضمير. في الأساس تفاصيل كتير بعيشها معاك دون علمك. طب لو كنت جيت يوم وشفتني في حلمك، يجوز كنت حبيت أو فجأة حنيت. في الأساس تفاصيل بتبان، والحقيقة لو على الغيرة فدي مشاعر وردة، ولو شايفني أميرة اهديني لو وردة. أنا حبيتك والحب مش إجرام، ولو الحب جريمة فنفذ الإعدام. أنا ما حرفتش في ملة، حبيتك فين العلة؟ سين لما سألتني في يوم تبقي الواحد تاني في صفاتي، كان في رد كامن جوايا بيقول اني مش باقية غير ليك، وابقى ازاي لغير معاليك، ثم ان صفاتك ما تلقش غير فيك، طيبة وحنية وكمان عصبية، يحرم عليا لغيرك اكون. انا بعشقك حد الجنون، لتكون من تكون ولأكون من اكون، فانا عشقك بكل تفاصيلك، حبيت كمان كل فصولك. اذا كنت عصبي حبتين او حنيتك تبان في لمعة عينيك، فانا عشق المعاليك. لو كنت اخر الطريق فهمشيلك بلاد وبلاد، ولو ارضك مهجورة فانت خير العباد. عشقك جل جلالته في وريدي، يا جلالة الملك انا معشوقتك. انا واحدة بالفعل ادمنتك، في حبك محرم العصيان، فيسيع القلب مغفرتك، كسماحة مرسوم ميلان انا مطيعة لجلالتك. انا بحبك، انا اللي بتمنى قربك، يا قصه جميله في اجمل فيلم، يا اجمل شخص في هيئه حلم. أستغربها اول مره تقول حاجه رومانسيه، يعني اول مره حاجه في خطوبات جديده. خطوبه جديده يعني عرفتي؟ لا ابدا والله. انا كابانه هناك. اه على طول بناء بس على رغبه جمهوري واهلي وحبايبي بس. طب الحمد لله، اتمنى تكررها تاني عشان انا زهقت من الكابه اللي هي بتقولها. نختم بقى الفقره بتاعتنا باغنيه سمعنا يوسف سعيد. المايك معاك يوسف. كانوا في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون
الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب اليأس ضعف وخوف جبان لكن الأمل يفتح بيبان يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب المس خضار الشجر حس بضياء القمر ونوش قلوب عالحجر اياك ما تحلمش ياها يمك اوام عدي امشي الطريق امشي العمر غير قلبي ما يخافش الله عليك يا يوسف الله عليك يعني انا دي احسن ختام للفقره نختم فقرتنا بشكركم جدا حنين مينا يوسف بشكركم جدا على زوركم معايا النهارده وانا سعيد بوجودكم نخلص فقرتنا دي وننتقل الفقره الثالثه معانا انتظرونا ورجعنا لكم مع تاني فقرات ثالث فقراتنا النهارده ومع اخر فقره في الحلقه النهارده ومع باقي الفريق سويلة شار انس الرابر الجديد هوكا وشار محمد رمضان انتم منوريني اهلا بيكم انس بما انك اخو محمد علي وواسطه بقى والكلام ده كله كلمنا ازاي جمعتوا وازاي بداتوا الحفله بتاعتكم ايه الصعوبات اللي واجهتكم يعني الحمد لله احنا لما الفكره جت من محمد علي ومحمد سامح يعني رحبنا بيها ويعني دورنا بقدر المستطاع ايه اللي موجود ان احنا نقدمه للناس بطريقه يعني مثلا سواء ضفنا اغاني مع الشعر تمام ضفنا لون جديد اللي هو الراب دي حاجات يعني خلت شكل الموجه عموما شكل مختلف تمام الصعوبات لا يعني ما بيبقاش فيه صعوبات يعني الحمد لله وكل الحمد حاجه لله. بتبقى ميسره الحمد لله الحمد لله سويلة انبهرت ان في ناس بيغنوا في سنك بيغنوا بلغه انجليش وكمان ايه لا في اجاده وفي في الالفاظ خروج الالفاظ جميل جدا ازاي اتقنت الموضوع ده هو انا عامه بتقنه من وانا صغيره كنت في سنه 5 ابتدائي كده ف ابتديت ان انا اصلا بحب اللغات جدا فاللغه دي بالنسبه لي كانت هي اللغه العظيمه بالنسبه لي يعني ففضلت ان انا اسمع اغاني كتير واتفرج على افلام انجليش كتير وانا اكتسبت الاكسنت بتاعتي عامه من الحاجات دي يعني من غير اي كورسات فوناتكس ولا اي حاجه طب سمعينا كده حاجه بالانجليش La 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 Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Another word, hold my hand. Another word, darling, hold me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Another word, please be true. Another word, I love you.
الموجه تضمن مواهب عده، راب، اغاني انجليش، اغاني عربي، والسماعة اللي كرهتني مش هشتري. ننتقل بقى، قبل ما ننتقل كلميني ازاي دخلتي الموجه؟ هي صاحبتي كان ليها حد يعرف ان باند الموجه ده بيتكون، فهي عامه معايا في الباند عشان انا وهي البنتين بنغني انجليش عامه. فهي جت قالت لي وانا دخلت معاها الباند وكده، بس هي للاسف ما كانتش متواجده معايا الحفله اللي فاتت. فبس عشان كده هي مش متواجده معايا هنا النهارده ان شاء الله. الراب بقى، الراب هوكا اللي عامل قلق، عامل ايه هوكا؟ تمام، كله تمام. هوكا ازاي انضميت، او الفكره اللي هما يضموا عضو كلهم شعراء، يعتبر معظم الشعراء ما فيش الا اثنين او ثلاثه بيغنوا، تمام صح يا انس؟ ازاي انضموا فكره اللي هما ايه، لا عايزين راب؟ لا هم الموجة زمايلي من زمان قوي، الناس اللي ماسكة الموجة. اتكلم في المايك انت يا محمد لما اتفضل كاميرا. اوكي، الموجة اساسا زمايلي من زمان، يعني احنا اساسا متربيين سوا والكلام ده كله. ففكرة ان انا اخش معاهم هم شعرا والكلام ده ما كانتش عندي فيها. انت من البداية معاهم؟ كنت من البداية اساسا معاهم. كنت من البداية معاهم. طب كلمنا انت ازاي بدأت الراب؟ يعني فكرة الراب يعني فكرة ايه، مش منتشرة قوي بس الفترة دي بدأت تنتشر، فانت بدأتها امتى؟ يعني انا كنت ببدأ من زمان قوي، يعني كنت انا اساسا كنت من وانا صغير، كان عندي 13 سنة تقريبا 14 سنة. كنت بكتب والكلام ده، بس ما كانتش فكرة الراب في دماغي. في بقى كان ظهر الجوكر والناس دي، فكنت انا ايه بحاول ان انا اقلد رتمهم والكلام ده، لحد ما ربنا كرم يعني قدرت ان انا اتعلم. عملت تراكات وفتره بطلت وعملت تاني، انا ما كنتش مستقر لحد ما كنت دخلت. هم اللي شجعوني على فكره وقالوا لي كمل، مع انهم شعراء ومغنيين بس شجعوني جامد يعني في الاول. طب ايه ما تسمينا كده حاجه راب؟ هو عموما يعني انا لو هقول راب فهقول بليركس بس، مش هقول ببيت عشان تمام حقوق النشر. خلاص تمام مفيش مشكله. معاك المايك. حضر القمر وهبدأ يومي بسهر، لما ظهر عرض موتي في حلم كنت فقر قدر، أمنت عشان عرفت إني عايش كاهن اسمي باسم ربي، هكون وصلت قادر أعوض خسرت الفكر، هجمت لما حربت دفاعي في مش لاقي درع، كنت فين أنا كنت بسف، كنت لوحدي بعد الزرع، كمان ضربوني بسفة اخرتها ما بقتش لصالحي، حاولت كتير الام رصاص، انا جرحي ما كانش سطحي، فكوا اسري انا عايش في غابه، لحقني اوعى في مره تسيبني لوحدي، فلما وصلت عضت اول ايد اتمدت ليها، فاكرها عشان شاريها، كان نفسي تجدد دم القلب ما قدرش في يوم ياذيها، ما زل مش بحل مش لاقي حد عدل، كتفوني من كتر الغل وناديني بياع الفل، حرب سمع الاسم رجعت شمس، بس وحشني دايما رسمي، لما رسمت طلقه كانت في مخ صاحبي، تعبت من الكلام عيبي باين عشان يأست، حرب جوه قلبي لما هموت اكون انتصرت، وشكرا على اللي ما بينا بجد، شكرا على اللي كسرت، وصعب دايما تبقى معايا وانت معاهم فرد كذا. لا لا لا، الموجه زي ما بقول متعدده المواهب. هو عموما يعني انا بغني اغاني احدث، ده يعتبر حاجه اسمها اولد سكول او الساد راب، فانا اصلا مبطل النوعيه دي وبغني اغاني يعني اعلى من كده بكتير، فاهم يعني اللي هو انا مش فاكر الكلمات فبقولها قدامك. أيوة كده. فهمك. محمد اتكلم في المايك، بدات ازاي تنضم الموجه؟ والله هو محمد علي صديقي من زمان يعني، والموجة دلوقتي بصراحة يعني بالنسبة لي الحاجة الوحيدة اللي بقت بتفرحني صراحة، يعني بلاقي نفسي فيها بجد. بس فكنت بنزل في الأول حاجات ليا قبل ما أعرف قبل ما أتعامل مع محمد يعني، وأعرف إن هو عايز يعمل بند وكده. فاتفقنا أنا وهو إن هو هيبتدي يعمل بند وعايزني إيه عضو من أعضاء الموجة. بس رحمنا بالفكرة جدا وابتدينا إن إحنا نبتديها مع بعضينا. طيب أنت كنت في الحفلة عجبت بيها جدا، لو تقدر تسمعها للجمهور برضو. تمام. كسبت ايه لما خسرتيني؟ حبيتك بكل ضمير، خنتيني بكل عزيمة، هي الخيانة في دمك ولا انا اللي مبقاش لي عندك قيمة؟ ضمنت وجودي فسبتيني، كسبت ايه لما خسرتيني؟ اسف. كسبت ايه لما لمي اللي اتبقى من وجعك وخرجي مني، اصبحتي مش ليا، فين حبيبتي زمان، اصبحتي مش هي، اصبحتي منسيه، قولي كان كداب وبيمثل عليا، قولي حبه ما كانش صدق، كان سيناريو في تمثيليه،
عيبي فيا كمان وعيبي، وما تبقي ويا حالك قولي كل عيوبي فيك، ما كانتش فيك كانت فيا. كنت عشانك اهل ودار والايد اللي تملي بتتمد، كنت الخزي وكنت العار والبيت اللي اصر على الهد. فجأة الحب تحول بار، واما الحب بيبقى قمار لازم يوجع حد في حد. سبتي بدون ما تسيب الرد، شلت ايديك في عز البرد، كان ممكن جدا تبقيلي، كان ممكن تيجي وتحكيلي انك رافضه وكره الموضوع. مش لازم تبكي عينيك دموع علشان تثبتي انك باقية ومش عايزة تسيبي. طب ما تسيبي، شمسك غربت من الشرق ومش هتعود. كان بينا وعود، كان بينا وعود قلنا هتفضل. فرحك قرب وعزمنا الناس، جبنا المأذون وكتبنا كتبنا وقلنا خلاص حبه وهنصون، وعيالنا هي كبرت قدامنا. يومنا الموعود اخترت يكون محذوف من النص، واخترت الاول نقطة في حكايتنا من تاني نعود. كان بينا عود. انا عايز قبل ما اعلق عليه، انتوا كلكم النهارده ظالمين حنين وقلتوا هتقولوا كآبة وحزن، وانتوا اللي النهارده اللي قلتوا قصايد يعني تبكي. نختم بقى بأنس، نختم بقصيدة سمعنا كده في السريع. كان بينا معاد نتقابل فيه واشوفها اخيرا بعد غياب، كان بينا معاد نتجمع فيه ونصير من تاني كالاحباب. كان فاضل لحظه ونتقابل، بس الحظ شايل لي غراب، غم عينيا وداس على قلبي وقال لا يمكن تصيروا احباب. علشان قلبك صافي سليم وقلبها مليان خراب، كدبت الحظ وقلت له من غير تحوير، حوى قلبها لسه صافي ولا يمكن يشوف تعكير. قال لي انا اسف بس نصحتك وفكر في كلامي كتير، تبعد عنها وتدعي لي وفكر في كلامي كتير. قلت له متشكر، هرجع لك واواجهك تاني بكلامك. قال كان نفسي ترجع لي بس دي اخر ايامك، واسيبك لليل واهاته تتعلم منه طلوع الروح، واسيبك مع نفسك تاني واسرارك تتكلم عنها وتبوح. خلصنا كلام والعند ماليني، وقلت يا روح ما بعدك روح. رحت لحبيبتي بكلمها، لقيتها بتصد قلبي وتقول لي خلاص، شوف لك واحدة غيري ينفع معاها الاخلاص. انت قلبك قلبي طيب وانا قلبي عديم الاحساس. قلت لها الف شكر، الف شكر يا ستي ليكي، بعتيني في سوق العبيد، بس انا اصبحت تاجر تحت ايدي الف جارية وعيش حياتي من جديد. الف شكر يا ست ليكي. الف شكر ليكم النهاردة انكم نورتوني. الحلقة كانت ممتعة جدا، اتمنى انها تكون نالت اعجاب المشاهدين. انتوا النهاردة منوريني، بس في اخر الحاجة هيكون ليكم حفلة قريب باذن الله. امتى؟ ما تمش التعقيد. يعني لسه ما تمش. يعني هو بإذن الله ممكن. يبقى لا انت حبيبي. اول واحد باذن الله. حبيبي. على كده على اول السنة كده. ان شاء الله باذن الله. انتوا نورتوني، بتمنى لكم التوفيق كلكم، وانا شايف لكم مستقبل كبير جاي في الفتره الجايه ليكم، وهيكون موجه هيكون ليها اسم كبير الفتره الجايه. بشكركم جدا، وده كان ختام حلقتنا النهارده. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده الاسبوع الجاي من برنامج بين الكلمات. كان معكم يوسف محمود.